بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا محاضرة إلكترونية جديدة بعنوان Muscular and Nervous Tissues، النسيج العضلي والنسيج العصبي، لطلبة المرحلة الثانية في قسم تقنيات المختبرات الطبية الدكتور سلام جمعة حماد. بعد ما تعرفنا في المحاضرات السابقة على النوع الأول والنوع الثاني من الأنسجة المكونة لجسم الإنسان، وهي epithelial and connective tissues، النسيج الطلائي والنسيج الضام، من تعريف وتركيب وأنواع. اليوم نستمر في دراسة النوع الثالث والنوع الرابع من الأنسجة المكونة لجسم الإنسان، وهي muscular tissue and nervous tissue. muscular tissue، النسيج العضلي، is composed of aggregates of elongated muscle cells، هو تجمع من خلايا عضلات متطاولة، also called muscular fibers، كذلك تدعى بالألياف العضلية، والسبب في التسمية لكون هذه الخلايا متطاولة الشكل، لذلك تأخذ تسمية خاصة هي ألياف عضلية، أي كلمة الليف العضلي أو الألياف العضلية هي المقصود فيها الخلايا العضلية نفسها. and an extracellular compartment، وجزء خارج خلايا، خارج خلوي أو جزء خارج خلوي. made up of varieties of connective tissue, loose, dense, irregular, which hold together the muscular fibers. وبالنسبة لهذا الجزء الخارج خلايا يكون بتباين أو أنواع من النسيج الضام بالدرجة الأساس المفكك والكثيف غير المنتظم. وظيفة النسيج الضام هو مسك الألياف العضلية مع بعضها البعض. The plasma membrane of muscle cells is called sarcolemma. بالنسبة للغشاء البلازمي في الخلية العضلية أو الخلايا العضلية يدعى بالساركولما، الغشاء العضلي. ساركو تعني عضلي، لما الغشاء. طبعا مايو and sarco، مايو and sarco كلاهما بادئ تعني عضلي أو ما يتعلق بالعضلات. The cytoplasm is named sarcoplasm. السيتوبلازم أيضا يأخذ تسمية خاصة وهو sarcoplasm. sarcoplasm تعني البلازم العضلي أو بلازم الخلية العضلية. And the smooth endoplasmic reticulum، والشبكة البلازمية الداخلية الملساء، involved in muscle contraction، التي تكون مهمة في التقلص العضلي، is called sarcoplasmic reticulum، الشبكة البلازمية العضلية. إذن نفس المصطلحات لكن بتسمية خاصة، أو نفس العضيات عفوا لكن بتسميات خاصة ضمن الخلية العضلية. muscle cells contain myofibrils، الخلايا العضلية تحتوي على ألياف عضلية. thin myofilaments are composed of actin and thick myofilaments are composed of مايوسين، خيوط عضلية نحيفة تتألف من مادة الأكتين، لذلك تسمى بخيوط الأكتين، وخيوط عضلية سميكة تتألف من مادة المايوسين، لذلك تسمى بخيوط المايوسين. Based on the organization of the myofilaments, muscle tissue is classified into، اعتمادا على انتظام هذه الألياف، عفوا هذه الخيوط العضلية، فإن النسيج العضلي يمكن أن يصنف إلى number one skeletal muscle، العضلة الهيكلية، number two cardiac muscle، العضلة القلبية، number three smooth muscle، العضلة الملساء. نأخذ مميزات كل نوع على حدة. skeletal muscle، الخلية الهيكلية، عفوا العضلة الهيكلية. skeletal muscle fibers، ألياف العضلة الهيكلية، are cylindrical multinucleated cells parallel in each other، تعني أن ألياف العضلة الهيكلية تكون أسطوانية الشكل متعددة الأنوية، أي كل ليف عضلي أو خلية عضلية تحتوي على أكثر من نواة وتكون متوازية مع بعضها البعض. Number two, they can reach up to tens of centimeters in length and their diameter varies between 10
and 100 micrometers. ممكن أن يصل طولها إلى عشرات السنتيمترات، والقطر أقطار هذه الألياف العضلية يتراوح ما بين 10 إلى 100 micrometer. Number 3. Their nuclei are elongated and located peripherally. بالنسبة للأنوية تكون متطاولة ومواقعها محيطية، يعني غير مركزية الموقع. Number 4. Myofibrils present eruptive patterns of dark myosin and light actin bands. بالنسبة للليفات العضلية أو ما تسمى بالخيوط العضلية تكون متواجدة بشكل نماذج متكررة من حزم غامقة اللون للميوسين وفاتحة اللون للأكتين، أي حزمة غامقة اللون تمثل الميوسين وحزمة فاتحة اللون تمثل الأكتين، وتكون بهذا التكرار. Responsible for the striated appearance، تكون مسؤولة عن المظهر المخطط للعضلات. This pattern، هذا النموذج، is a contractile apparatus، يمثل الجهاز التقلصي. That called sarcomere، الذي يدعى بالجزيء العضلي. النوع الثاني من العضلات cardiac muscle، العضلة القلبية. Number one، cardiac muscle cells، خلايا العضلة القلبية، have an elongated and branched appearance. بالنسبة لخلايا العضلة القلبية تمتلك مظهر متطاول ومتفرع. Number 2. Cardiac muscle fibers، ألياف العضلات القلبية، can reach up to 25 to 100 micrometers in length and 15 micrometers in diameter. تصل أطوالها ما بين 85 إلى 100 ميكرومتر، والقطر حوالي 15 ميكرومتر. Number 3. They have one nucleus، هي تمتلك نواة واحدة. Rarely two، أحيانا أو نادرا نادرا تمتلك نواتين. Located centrally، located centrally، أي أنها تتموضع أو مواقع هذه النواة تكون مركزية، مركزية الموقع. Number 4. Sarcomeres from cardiac muscle fibers، بالنسبة للجزيئات العضلية أو هذه التخططات للأكتين ميوسين في العضلات في العضلة القلبية، have a similar structure to those from skeletal muscle fibers، تكون مشابهة لما هو الحال في العضلة الهيكلية أو تركيب العضلة الهيكلية. نأتي إلى النوع الثالث، smooth muscle، العضلة الملساء. smooth muscle cells، خلايا العضلة الملساء، are spindle shaped، تكون مغزلية الشكل، with the tapered ends، ونهايات مستدقة. Number 2. The cytoplasm is lacks cross striations. بالنسبة للسيتوبلازم سوف يفتقر إلى التخطط أو المظهر المخطط. The nucleus is elliptic. بالنسبة للنواة تكون إهليلية الشكل. Located in the center of the cell، تتموضع في مركز الخلية. Number 3. Smooth muscle fiber، ليف العضلة الملساء. Length can vary from 20 to 500 micrometers، يتراوح الطول ما بين 20 إلى 500 micrometer. Their diameter range from 4 to 10 micrometers، بالنسبة للقطر يتراوح ما بين أو يكون معدله ما بين 4 إلى 10 micrometer. Number 4. There are no sarcomeres in smooth muscle، لا تتواجد الجزيئات العضلية في أو ما يسمى بالجزيء العضلي في العضلة الملساء. Fibers and myofilaments are scattered in the cytoplasm، بالنسبة لهذه الألياف
العضلية المتمثلة بالخيوط الأكتين والمايوسين، عفوا الخيوط العضلية المتمثلة بالأكتين والمايوسين تكون مبعثرة أو منتشرة في السيتوبلازم، لا تمتلك مظهر أو نموذج خاص كما هو الحال في العضلة الهيكلية والعضلة القلبية. هذا ما يخص النسيج العضلي بشكل كامل ومختصر. Nervous tissue، النسيج العصبي. Nervous tissue is a type of tissue rich in cells، نوع من الأنسجة الذي يكون غني بالخلايا. The cellular compartment is formed by two types of cells، بالنسبة للمحتوى الخلوي لهذا النسيج يتشكل من نوعين من الخلايا، neurons العصبونات أو الخلايا العصبية، and supporting cells والخلايا الساندة أو الخلايا الداعمة، also known as glial cells، تدعى أو تسمى بالنسبة لهذه الخلايا الساندة تدعى أو تسمى بالخلايا الدبقية، glial cells الخلايا الدبقية. Extracellular matrix is composed of glucose aminoglycans and proteoglycans، بالنسبة للمادة الخارج الخلايا أو مادة القالب خارج الخلايا تتألف أو تتركب كيميائيا من مادتين بالدرجة الأساس اللي هي جلوكوز أمينوغلايكان والبروتيوغلايكان. No fibrils are visible in the extracellular matrix، لا توجد لويفات مرئية أو واضحة في مادة القالب خارج الخلايا. نأتي إلى المحتوى الخلوي، ذكرنا بوجود نوعين من المحتوى الخلوي، neurons and glial cells، neurons and glial cells العصبونات والخلايا الدبقية. neurons are large cells comprised of a cell body and two type of appendages، dendrites usually several and one axon، خلايا كبيرة كبيرة الحجم تتألف من جسم الخلية من جزئين، جسم الخلية ونوعين من اللواحق. نوعين اللواحق هي التشجرات dendrites وعادة تكون متعددة ومحور واحد. التشجرات عفوا اللواحق تكون بنوعين، تشجرات ومحور، المحور يكون عدده واحد، بالنسبة للتشجرات تكون متعددة عادة. The neuronal body pericardium around the core، بالنسبة للجسم العصبي أي جسم الخلية العصبية أو ما يسمى بالبيريكاريون، البيريكاريون مصطلح يعني around the core أي ما حول اللب، بيري محيط أو حول، كاريون تعني اللب أو النواة، ما حول اللب أو ما حول النواة. contains a large nucleus، يحتوي على نواة عفوا نواة كبيرة. centrally located، تتموضع مركزيا. with the visible nucleus، ونواية واضحة. the cytoplasm has basophilic granules between two brackets nacelle bodies، والسيتوبلازم يحتوي على حبيبات محبة للقاعدية بين قوسين تسمى بنصل بديز أو جسيمات نصل نسبة للعالم المكتشف لها. neuronal appendages، بالنسبة للواحق العصبية التي ذكرناها قبل قليل، are permanent cell extensions، هي امتدادات دائمية من الخلية، either short and thin dendrites or long and thick axon، يا إما تكون قصيرة ونحيفة متمثلة بالتشجرات أو تكون طويلة وسميكة متمثلة بالمحور. dendrites التشجرات with an actin core، والتي تمتلك لوب من مادة الأكتين، involved in synapse formation، متضمنة في تركيب ما تسمى بالوصلات العصبية أي مناطق اتصال خلية عصبية بخلية عصبية أخرى. طبعا هذا الجزء هو مهم جدا
في عملية انتقال الإيعاز العصبي من خلية إلى خلية أخرى، الإيعاز أو الحافز كلاهما. The axons, المحور, are described as myelinated or non-myelinated depending on the presence or absence of myelin sheath. بالنسبة للمحاور، محور الخلية العصبية، يوصف بأنه نخاعيني أو غير نخاعيني بالاعتماد على وجود presence، وجود or absence أو غياب المايلين شيث، الغشاء النخاعيني. إذا كان موجود يسمى مايلينيتد، وإذا كان غير موجود أو غائب يسمى نون مايلينيتد. The myelin sheath، الغشاء النخاعيني، is a lipoprotic structure formed by a membrane cell extension of glial cells. بالنسبة للغشاء النخاعيني، يتألف كيميائيا من مادة lipoprotic، يعني مادة بروتينية دهنية، يتشكل من خلال امتداد الغشاء الخلوي للخلية الدبقية. بالنسبة للخلايا الدبقية، تكون منها العديد من الأنواع المسؤولة عن تكوين المايلين شيث بالدرجة الأساس. النوع الأول يسمى أوليغودندروسايت. الأوليغودندروسايت مصطلح مؤلف من عدة مقاطع. أوليغو تعني قليل، دندرو تعني التشجر، سايت الخلية، فالخلايا قليلة التشجر أو الخلايا قليلة التشجرات. In the central nervous system، مختصر CNS. هذه الخلايا تتواجد أين؟ في الجهاز العصبي المركزي المتمثل بالدماغ والحبل الشوكي. And Schwann cell، وخلية شوان، نوع من الخلايا الدبقية تسمى خلية شوان نسبة للعالم المكتشف. هذا النوع من الخلايا يكون مسؤول عن إنتاج المايلين شيث. In the peripheral nervous system PNS، في الجهاز العصبي المحيطي، ويختصر بال PNS. Neurons، العصبونات، can be classified according to several criteria. بالنسبة للعصبونات والخلايا العصبية، ممكن أن تصنف تبعا إلى عدة خصائص. Number one، shape of cell body، شكل جسم الخلية. Pyramidal، pyramidal أي تعني الشكل الهرمي. Star shaped، الشكل النجمي أو نجمية الشكل. Granular، حبيبية. And spherical، وكروية. Size، اعتمادا على الحجم. Large، more than 100 micrometers. Small، about 5 micrometers. الكبيرة، أكثر من 100 micrometers تقريبا كطول. Small، الصغيرة، تكون بحوالي 5 ميكرومتر حجم الخلية الكامل أو طول الخلية عفوا. Number of appendages، عدد اللواحق. Unipolar، أحادية القطب. Bipolar، ثنائية القطب. Pseudo unipolar، أحادية القطب الكاذب. Multipolar، متعددة الأقطاب. ومن التسمية، هنا اللواحق تكون واحدة، هنا اللواحق تكون ثنائية، هنا اللواحق أكثر من واحدة لكن بالمظهر تظهر كأنما قطب واحد، لذلك تسمى بالسيدو يونيبولار. والمالتيبولار تكون متعددة اللواحق. Length of axon، طول المحور. بالنسبة لطول المحور، تبعا إلى طول المحور، تقسم إلى نوعين الخلايا. جولجي تايب 1 تسمى بخلايا جولجي النوع الأول، وهنا نفرق ما بين جهاز جولجي كعضية داخل الخلية وبين جولجي تايب 1 سيل، الخلية جولجي النوع الأول. خلية جولجي النوع الأول هي عبارة عن خلية عصبية with a long axon، مع أو تمتلك محور طويل. And جولجي تايب 2، وخلايا جولجي النوع الثاني with a short axon، تمتلك محور قصير. إذن جولجي
سيل جولجي سيل هي عبارة عن خلية عصبية، يا إما تكون كنوع أول جولجي تايب 1 with a long axon تمتلك محور طويل، or جولجي تايب 2 with a short axon أي تمتلك محور قصير. جليال سيلز الخلايا الدبقية are supportive cells of nervous tissue that supported and protect neurons هي عبارة عن خلايا داعمة للنسيج أو في النسيج العصبي التي تعمل على دعم وحماية الخلايا العصبية أو العصبونات. There are several different types of glial cells هنالك العديد من الأنواع الخلايا الدبقية المختلفة. Oligodendrocytes الخلايا قليلة الشجرات، astrocytes الخلايا النجمية، microglia الخلايا الدبقية الدقيقة، Schwann cells خلايا شوان، and satellite cells الخلايا المسبارية. Each with their own characteristics and functions لكل منها خصائص ووظائف لم يتم التطرق لها هنا اختصارا للمحاضرة. هذه هي المصادر المستخدمة references. Thanks for listening and good luck. شكرا لحسن الإصغاء وحظا موفقا.